مازن ما كان يعرف أن سعود عماله مستدرجه بده ياخده مشان يخلص عليه ويجز عليه، وعلى طول باغ مازن وطعنه في العنق. مرحبا. قبل حوالي 8 سنوات في مواطن مصري داهم صيدلية وكان الدم معبي جسمه وبقول حموت حموت حموت. المهم الصيدلية كانت الوقت ليلا وكان في صبية بتشتغل بها الصيدلية، جابت قطعة شاش وهو الزلمة مرمى على الأرض حاول تحط له إياها على رقبته. طبعا قصته طلعت متعرض للطعن، وبذات الوقت بعد شوي هو بتفعفل غاب عن الوعي. التموا الناس الجيران المحيطين بالصيدلية، بلغوا الشرطة، أخذوا نقلوا أسعفوا الدفاع المدني، لكن لما وصل المستشفى وصل متوفي. هون طبعا ما مش عارفين مين هذا الشخص اللي أسعفوه، ومش عارفين شو وراه شو قصته حتى تعرض للطعن. المهم على ضوء ذلك المنيح تم تشريح الجثة وتبين إنه هذا الشخص متعرض لطعنه في العنق واصله يعني لأسفل العنق من جوه، من هون لغاية هون. المهم يعني أنا التفاصيل كانت بشعة في تقرير الطب الشرعي لهذا الشخص. طبعا هذا الشخص بلشوا يبحثوا عنه، لقوا معاه شوية وثائق تثبت اسمه، طلع اسمه مازن. مازن هذا شاب مصري الجنسية، اجى على الأردن شاطر تكتك، اتعرف على واحد عراقي. هذا العراقي اسمه سعود. سعود عنده أكثر من استثمار، منهم كافي شوب. الكافي شوب هذا راح ضمنه لمازن. مازن طبعا شاب شاطر وواعد هذا المصري، وشغل الكافي شوب اللي كان موقعه في الرابع بشكل رائع وممتاز. والشاب العراقي اللي اسمه سعود عنده أكثر من بزنس، منهم غير الكافي شوب في معرض سيارات في المنطقة الحرة وفي أكثر من شغل. المهم في يوم من الأيام قبل تقريبا حوالي بسنة من ارتكاب هاي الجريمة، إجا مازن أعطى 20,000 دولار لسعود وقال له بدي إياك تشغل لي إياهم معك، يصير تعطيني 4. قال له هذاك ماشي. مضى شهر شهرين ثلاثة ما شافش منه ولا قرش. صار يقول له يا عمي إذا أنت ما بدك تشغل لي إياهم أو مشغلهم ما بدك تعطيني، أنا بدي مصرياتي. وصار مازن يلاحق سعود منيح إنه أنا بدي المصاري تاعتي من هون، ويتصل فيه ويبعثه على الواتساب، وهذاك يرد عليه اليوم بكرة آخر الشهر هسه والله المصاري موجودات في تجارة معينة. محصلة القول إنه هذا سعود صار يشوف مازن عبء عليه. طبعا سعود عراق الجنسية وله علاقات مع مستثمرين كثير. فوقت ارتكاب الجريمة كان بشهر آب من عام 2015. إجا اتصل فيه قال له بدك المصاري بكرة المساء الساعة تقريبا 9 بلقاك بالرابي، باجي باخدك ومروح عند الجماعة بناخد مصرياتك من عندهم. قال له هداك ماشي. بالفعل مازن جهز أموره، الساعة 9 مساء كان موجود في الرابي، مرق عليه سعود، وسعود طبعا بصفته عراقي قال له اطلع عيني واحنا بدنا نروح عند جماعة عراقيين في ضاحية الرشيد مشان ناخذ المصاري. طبعا مازن ما كان يعرف انه سعود عماله مستدرجه وبده ياخده مشان يخلص عليه ويجز عليه ويخلص بالتالي منه ومن مطالبته بالمصاري. فراح اخذه على منطقة ضاحية الرشيد، كانت الدنيا ليل ولكنها بنفس الوقت كان صيف لسه الناس بتتحرك. فلما اخذه بضاحية الرشيد راح وقف جنب بيت وراح طال السكينة اللي كان محضرها لغاية ارتكاب الجريمة، وعلى طول باغت مازن وطعنه في العنق. وبعد ما طعنه بالعنق حاول يطعنه مرة ثانية، لكن هذاك صار يقاوم وسحب حاله وطلع من السيارة. سعود لحق مازن مشان يكمل عليه، لكن هو بركض وراه. هذاك كان ماشي باتجاه الصيدلية، جنب الصيدلية كان في شباب 2 واقفين. لما شافوا سعود هرب ورمى السكينة على الأرض وسحب حاله، أخذ السيارة اللي كان هو ركبها وظلوا هارب. أما هداك مازن الضحية أو المجن عليه مسكين سحب حاله دخل على هالصيدلية وصار يصيح والأخ. المهم بعد ما نقلوه على المستشفى وطلع متوفي، لما وصل هناك متوفي عرفوا الشرطة اسمه وكذا وإلى آخره من خلال الواتساب والمراسلات اللي كانت بينه وبين سعود. على طول تم إلقاء القبض على سعود. وصلوا للشباب اللي بيشتغلوا بالكافي شوب، حكوا انه في خلاف ما بين مازن وما بين سعود على خلفيه مصاري كان معطي اياهم للقاتل سعود مشان يستثمرهم، وهذاك ما رجع له اياهم. وبعدها كانوا متواعدين
على أساس الليلة وبعدها ما بينوش هون، يعني أظهر أنه سعود هو من ارتكب الجريمة وكل الدلائل كانت تشير إليه. طبعا كان تم ضبط أداة الجريمة، تم إلقاء القبض على سعود، تم تحويله لمدة عام الجنايات الكبرى، اسند له تهمة القتل العمد وتهمة عيازة أداة حادة. وطبعا بعد المحاكمة أدانوه بالقتل العمد وحكم عليه بالإعدام شنقا. لكن سعود شو كان مسوي؟ كان رايح على مصر ومن خلال أحد المحامين أقاربه لما راحوا على مصر، وليس هو، هو كان طبعا بالسجن، عملوا مصالحة مع أهل مازن وأخذوا صك صلح ووثقوه حسب الأصول وراحوا قدموه للمحكمة. بالتالي هو رغم أنه حكم بالإشغال بالحكم بالإعدام شنقا إلا أن العقوبة نزلت إلى الإشغال الشاقة 15 عام، وكون الجريمة ارتكبت قبل العفو الملكي وفي إسقاط حق شخصي فنزلت إلى النصف، فصارت بالإشغال الشاقة، انحكم بالإشغال الشاقة 7 سنوات ونصف، وهيك أسدل الستار على جريمة القتل التي ارتكبها مواطن عراقي بحق مواطن مصري في عمان.